النخله اوعى تجيلك السيف اقعد مجهودك زي ما وعدتنا انت هتشجعنا الحلقات اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل حلقتنا ومعانا لعبه خطيره لعبه جميله محتاجه تركيز ومهاره مسك السيف لكل فارس مهاره مهمه جدا المفروض الفارس يمسك السيف وما يئزش يعني ايه ما يئزش اكيد انتوا عارفين الاز وانتوا كمان عارفين لا اللعبه دي معموله للسيف بقى لا ده انتوا كلكم لا مش معموله احنا للسيف. كلنا بنئز اي فارس مع السيف قلت بيمسك السيف لا لا دلوقتي يا اساتذه هنلعب لعبه الاز ومش عايزينكم تئزوا مش عايزين نشمئز صدقني يا استاذ محمد انا بتعالج من اول حلقه بنتعالج من الاز ده بنتعالج منها طب لا عايزين مساعده يا استاذ غز عينيا لان هم شباب ما شاء الله يعني ملاش علاقه لا ملاش علاقه ليها علاقه بثبات الشيوخ الكبار مش بالوقت ملاش علاقه كبير فممكن يكون عندك ثبات انا بكلم ضعيف بالعكس بالعكس انا بكلم حضرتك بالعكس الدهن في العتاق بالظبط كده اهلا وسهلا بس عايزين مساعده برضه يعني انت ممكن يكون عندك ثبات انفعال اكتر منها الجمهور معاك عايزين ايه تاني بقى احنا فعلا عندنا لا الجمهور مناصفة لا الجمهور الجمهور مع الاساتذه مناصفه بيننا وبينكم لا الجمهور مع الاساتذه لا الجمهور مناصفه لا 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 لينا جمهورنا وليهم جمهورهم يا ريس يا ريت الجمهور جمهورنا بيحضر الفطار جمهورنا لا لا جمهورنا بعد اذنك جمهورنا مشغول وبيحضر لا لا جمهورنا بيتصل مش عارف يدخل على الخط يا بيه في ازدحام شديد ليه 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 الدائري بتاع الخط في ازدحام شديد على الاتصالات الدائري بتاع الخط اساعدك يا استاذ غزي وتحسب لي نقطتين اساعدك وما تشغلهاش حمدي لا محتاجين مساعدة يا أستاذ غز مفيش مساعدات مساعد ربنا ربنا يساعدنا إن شاء الله ربنا مفيش مساعدة انتوا لعبتوها قبل كده ومتمرنين عليها وهم نفس الحكاية خسرناها ما احنا خسرناها يا أستاذ غزي خسرت ال 200 خسرت 120 من 200 ولا 140 والله انا خسرت ال 200 في أول خسر ال 200 في أول ما لعب سايبها وماشي لا عايزين مساعدة مساعدة اعمل ايه طيب نعمل مفيش مساعدة نعمل ايه يا جماعة بقول لك بس يا أستاذ غزي أنا مستعد إني أساعدهم هعمل أنا اللعبة بتاعته وألعب مكانهم يا سيدي خلي سيد راضي يجي في فرقتي هيوزعها لك من اول واحده هلعب مكانهم هم الاثنين بس بشهر طب يا اساتذه مش هنقول لك انت اني فريق ساعتها موافق بص انا اقول لك التكنيك بتاعه ماشي اقول لك التكنيك بتاعه وانت بتلعب هساعدك ما انت حاولت تساعدني عشان تعرف انك ما تمشيش وراه ما تمشيش ورا غزي طب ساعد نفسك يا استاذ لا اله الا الله يلا يا اساتذه جاهزين جاهزين مين حبيبي يبدا هبدا يلا محمود انا اخر واحد انا مكسلين قوي صراحه اتفضل يا استاذ محمود اديها ان شاء الله محمود لا تقلق يا سيد اديها ان شاء الله لا تقلق ما تركزش بس معايا مع كلامهم ولا معايا حاجه من هناك انا ابدا من اي حته براحتك وخليك فاكر محمود خليك فاكر ان امك دعيالك وبعدين خد بالك من حاجه خليك فاكر من ده معاك وقت امبارح مفيش وقت معاك وقتك للاخر اجرب استنى محمود انا ما كنتش اعرف ان ممكن يبدا من الناحيه الثانيه دي معلومه جديده بالنسبه لي يبدا منين من اي حته هي هي لو بنبدا من هنا لا براحتك هي هي نعرف ساعتها في الوقت ده انا اول حاجه انا بخيرك انا هبدا من هناك براحتك بالعكس ده من هنا احلى لا من على اليمين كده يلا جاهز بسم الله محمود بسم الله وركز قوي مالكش دعوه انا محمود بسم الله بدانا وبراحتك جرب كده شوفها ازت ولا لا تقلق هو عامل لك سكور كمان احسب وقت واعمل لا لا بالراحه محمود محمود معاك وقت براحتك معاك 200 نقطه احنا اولى بالعشر نقط وهعمل لك سكور محمود براحتك خالص ان شاء الله يا ابني براحتك خالص ان شاء الله هتقعوا باذن الله كده شويه لا براحتك محمود خالص وافتكر الحاجه في البيت والفطار محمود كده هيوز بسرعه كده هيوز بص محمود براحه يا حبيبي ما تجريش يا حبيبي لا ما شاء الله عليه ما شاء الله اتقل عليا هعمل لك ما تجريش ما تجريش لو خسرتها هقوم اخبطك بالسيف ما تضحكنيش طيب 200 نقطه يا محمود برافو يا محمود برافو يا محمود شاطر يا محمود محمود هو اللي اشتغل مكاننا بقى 200 نقطة يا محمود سيد هتدونا سيد هتدونا محمود في الفرقة بتاعتنا انت لسه ما بتعرفش سيد هيعمل ايه سيد هياخدها بالحضن سيد هياخدها بالحضن ويجري على مهلك يا محمود على مهلك يا حبيبي حبيبي الله برافو عليك كور بس على مهلك على مهلك على مهلك محمود كمين اللي جاي الله يا سلام يا سلام يا سلام وصل بالروح الرياضية روح رياضية روح رياضية روح رياضية روح رياضية الحمد لله طب انا ممكن العب في الحته دي ايه يا استاذ مين اللي جاي استاذ رضا طبعا خبره استاذ رضا اتفضل هو لازم واحد مننا واحد منك يا استاذ رضا لا انا رضا بص لا لا بص على مهلك على مهلك ووسطا حلقتك وامسكها من هنا ابدا من هناك يا رضا ماشي امسكها من هنا كده من هنا ومن هنا ووسطا الحلقه لو وسطنت الحلقه ان شاء الله تمشي كويس بص 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 يا باشا انا اعمل لك مارك واعمل لك تريد مارك بص 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 اهي يا استاذ غزي
ما تلعب حضرتك مكانه مع لعيبه قبل كده يا فندم. بتلعب مكان نبي يا استاذ غزه. انا موافق. حلو الكلام. اتفضل شغل الاذن. وقف له بس الحديد عشان بتتحرك. انت هتلعب منين؟ من هنا برضو؟ مفيش حاجه بتتحرك. انا يعني انت هزيتها من شويه. امشي زي ما يلا يا استاذ رضا ان شاء الله. يلا مش عايزين نوتر استاذ رضا. بتكلم والله مش هفتح بقى. ساعدونا وما نوترش الاستاذ رضا. جاهز يا استاذ رضا؟ ابدا من ورا خالص كده وسطا الحلقه. وسطا الحلقه اتفضل يا استاذ رضا. ابدا على مهلك خالص محدش بيجري وراك. اول واحده اول عشرة وسطا الحلقه. معلش عاش رضا عاش. لفها براحتك لفها براحتك زي ما انت عايز لفها براحتك. الحاجات دي انت كنت بتعملها بيتزا زمان يا رضا زي الفطيره كده. لا وسطا وسطا الحلقه وسطا الحلقه. عم حرفوش وسط الحلقه. ايوه عم حرفوش الكبير. بس من بعد ما بس يا سيد ما كان بيتكلم. لا لا ما حدش كلم. حدش كلم بعد سيد. مش عايزين نوتر الاسد. لا مش عايزين نوتر. نقطه الطريق خلقه. يلا يلا وسطا الحلقه. عاش عاش يا حاج رضا وسطا الحلقه. وعلى مهلك على مهلك خالص. لفها براحتك ولف براحتك ان شاء الله. ايده شفه يا ابن اللذين. بس يا سيد وفي حسد في رمضان يا جدعان. بس يا سيد ما شاء الله. وسطا الحلقه وسطا الحلقه وركز خالص. حلوه قوي 10 10. امال ايه بقى فيه ما شاء الله. انت حلو اهو. انت احسن من سيد رياض انت عارف. بس يا استاذ اللي بتاع المزيك اللي بتاع المؤثرات استاذ بتاع المؤثرات. يلا بس يلا يلا ما تركزش معاه ما تركزش معاه. وطره وطره. بنعمل لا لا وسطا براحتك براحتك. هدي 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 في المنحنات. هدي وسطا براحتك. شكرا على بدل ما تتقلب. ايه رايك؟ شكرا بدل ما تتقلب. توجيهات كويسه. وسطا 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 وسطا. جرايه غز فيها غز. لا لا لفها بقى لف بقى. ما انا طلبت منه مساعده يا ابني عشان البتاع دي صعبه علينا جدا. كلنا نساعدك. يلا ما تكلموش ما تكلموش. انت بتشتتني يا سيد. ما ديك كسبت اهو ما شاء الله تبارك الله يا سيد. عاش عاش يا حاج رضا والله. لا ما شاء الله تبارك الله يعني. ما تعرفش هو بذل مجهود قد ايه دلوقتي. انا عارف هو الباشا ليه بيساعده. لانه ساعده في حاجه الجماليه عشان يبقى فتوه. هو عمال يساعد فيه. لا لا ما تدخلش دراما في البرامج لو سمحت. وسطا بلاش يا غزة. احنا في الحلقة 17. بوظ الدنيا. وسطا وسطا. لا وسطا وسطا ولف براحتك. ما حدش مستعجلك. يا عم اسكت انت. ده سعداء وطر لك وطر لك. استنى طب هضحك. لا ما تضحكش. سعداء وطر لك المؤثرات. ممكن اساعده؟ غزة عمال يساعد فيك. ارجع. لا اثبته بس. ده كده اربع مرات والله. خمس مرات. عاش عاش يا وحش. عاش عاش. ده انا اربع مرات بس. ماشي يا غزي انت مش تحسب حاجه من اللمس ومن. برافو يا استاذ رضا والله العظيم ابشع. مش تحسب حاجه من دول. ده لمس اصلا. لا اساله. لا ما كانت اذت. ما اذتش. ما هي ما استاذ سيد رضا اتفضل معايا. اتفضل يا فندم. الله اكبر على الحيط. اتفضل يا بيه. لا ما تقلعش. لا لا ما تقلعش. ليه طب وايه؟ لا لا انا حر. ممنوع. لا ممنوع. طب انا خلعت اول حاجه. الغي الغي اللعبه. هتقلع الغي اللعبه بتاعك. الغي اللعبه. انت بتاثر على اللعيبه. الغي اللعبه يا عم. استدير كبير البس ده وتقيل. تيشيرت النادي اللي انت بتشجعه. تيشيرت النادي ايه بس؟ ما انت سبت القبيله كلها وخنت هنا. عادي احتراف. احتراف ايه؟ ما دفعولكش حاجه. اتفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا محمود هو من هنا احلى؟ ايه هي؟ من هنا احلى؟ ما اعرفش. هي هي. يلا بدأنا. يلا مع الاخوه من هنا بدأنا. اول لمسه اهي. انت ايه بتقلدهمش يا سيد؟ خلاص بدأنا. يلا سيد بدأنا. سيد اختلف انت يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك 200 نقطه يا سيد. على مهلك يا محمود. واي لمسه ب 10. على فكره يا سيد الدور الصغير زي الدور الكبير عادي. ضيف شرف عادي يعني. والبرامج زي المسلسلات بالظبط كده. على مهلك واربع حلقات زي ما فيش. بقول لك هو مين اللي جه كان بيلعب زي كده وبعدين قال لك انا الخشبه لفت على ايدي. اسكت على ايده. محمود همدان عمال يلف الخشبه مش عايز يسيبها. بقول لك الخشبه لفت على ايدي. لبست؟ لا والله. هي ما عادتش بتقز ولا ايه؟ لا بتقز بتقز. طب تسمعنا قزتك كده سيد. يلا سيد سمعها. احلى قز دي ولا ايه؟ برافو يا سيد. يلا يا سيد. انت كنت معانا في قصر الاز يا سيد. على مهلك يا سيد. رؤوف قصر الاز. على مهلك. نمسك خد بالك البتاع اللي تحت رجلك هيوقعك يا سيد. مش مقلقش. مش هتعرف تعمل. طب اعدل 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 السجاله. طيب على مهلك يا سيد. ما حدش بيجري وراك. على اقل من مهلك. السلك مدلدل يا سيد. تعال مهلك. سيد سيد يا سعداوي. اتنين سوسيس واحد كبده يا سيد. يا سعداوي انت بتعلي الصوت عندي. يلا ها عيب لما اكلمك يا سيد وما تردش عليا.
انت حبيبي يا استاذ ياسر بس مش في اللعبه دي. طب سلم عليا. طب يا سعيد مساء الفل يا استاذ ياسر، عامل ايه؟ وحشني والله. مش هتسلم باليد؟ بقالي كتير ما شفتكش. بس يا سيد بقى ده من ايام قصر العز. عايزين ال 200 يا سيد، عايزين ال 200 من ايام قصر العز. عايزين ال 200 يا سيد. وشخصية نديم معاك 200 نقطة. أي نقطة هتلمس ب 10 ده ما يهزش. والتصوير في المطر. سيد سيد انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيد. سيد فين؟ فين؟ لا لا مش مكان. لفت على ايديك. لفت على ايدك. لفت لفت. لا والله برافو عليك صراحه، برافو. بص 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 بقى شباب اليومين دول. بص بقى باللفه دي. يا اكسلنت طبعا كليه. يا سيد دي اخر حته دي صعبه بقى. صعبه عليك انت يا صعبه عليك. ده زميلك في الفريق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سيد. يا سلام يا سلام يا سلام. استاذ ياسر مقبولة تحية يا استاذ ياسر. انا ممكن اديهم كام تحية كده يعني. استاذ سعيد ما اسمعش حسك. ما اسمعش حسك. اتفضل استاذ ياسر لو جاهز هنقول نبدا. وزي ما قلت لك بص هتمسك من هنا على مهلك كده كده. وبص اهي بص بص واهي ووسطا ونقلها اهي بمنتهى البساطة. لو استعجلت هتغلط. وسطا وسطا اهم حاجة تبقى بتوسطنا. ماشي هتيجي هتعمل كده هتعمل كده هتلمس. اتفضل اجرب كده. طب ثانيه واحده. اتفضل وسطا. ماشي يلا. تمام ماشي يلا اتفضل ابدا. كل دي هسيبك منها. بسم من الله. اول اللفه اسمح لي بس يا استاذ غزي احكي حاجه من كواليس قصر العز. لا 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 حاجه من كواليس قصر العز والله. عن سلسلة الزنكلوني تشكل قوي. ما تجيبش العيد مش كل شويه تجيب العيد. خلاص لا المسلسل خلص واتعرض. خلاص برضو لا راح راح يا استاذ. فاكر وانت قاعد تحت الشجره وخالد محروس عدى عليك بالعربيه الحمراء عشان ياخدك والجو كان بيمطر. ما تركزش يا استاذ ياسر. وسطا يا استاذ ياسر. وسطا وانت قاعد الجو برد. ياسر اول مره يلعبها شو؟ لا مش اول مره. مش اول مره بيلعبها قبل كده. انا اول واحد وقع فيها اصلا. واحد يقول لك الجو برد يا جماعه. ما كناش عارفين. اول لمسه لسه معانا وقت. معاك معاك انت معاك على مهلك على براحتك خالص. انت الوقت المتاح. مفيش وقت. هو مفيش وقت. عايز تريح شويه ريح. سيبها وتعالى شويه. بس 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 انا لو بعد الفطار كنت ريحت. على مهلك على مهلك على مهلك. وسطا وسطا. استاذ رضا كاتم الضحك. بس 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 كاتم الضحك. اقعد ساكتين. عيب يا شيخ. منكم 10 يعني هم سكتوا. انت تهزر. هيتخصم منكم 10 يعني هم مسمح لهم احنا لا. بس احنا مش عايزين. هيتخصم منكم 10. الاعداد بيقول لي لا 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 منكم 10. احنا اسفين. ايه احنا اسفين يا استاذ ياسر. طب خلاص ما حدش يتكلم خالص. ماشي ماشي انا هنشجع ولا حد يشجع ولا حد يتكلم. اسمع صوت الفساد 10 نقط معاك. 400 10 نقط على والنخلة عملتها. حلو. وسطا وسطا وسطا. لا مش هعمل كده معاك. مش هعمل كده. انا قلت انت معايا ولا معانا. تجي له مني انا لما تيجي مني. وسطا 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 وسطا. انا هو وسطا. انا بتعالج باليوم والله رضا. لا 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 هو وسطا. انت 10 كده 10 على 10 معاك 190 وهناخد منهم 10 دلوقتي لو اتكلموا نديها لك. الله عليك. كلمه سايب بسرعه. بس بس سيد ضحك اهو. 10 على 10 يا استاذ ياسر. على مهلك خالص. على مهلك خالص. محدش بيستعجلك. احنا قاعدين معاك للصبح. على مهلك خالص. محدش مستعجلك. ولا يهمك ولا يهمك. مش هحسبها ولا يهمك. هتتكلم؟ اقعد 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 كده. 180 180 وزي 10 على 10 على مهلك. بيقول له احسبها مش قادر. مش قادر اخلف ضميره اكتر من كده. انا على مهلك على مهلك. نفق. اقعد اقعد اقعد. مالكش دعوه مالكش دعوه. 10 نقط. لا 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 بيوتروني كده بيوتروني. خلاص خلاص. لا 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 ثلاثة بس عشان سيد تقدم. اديله ثلاثة بس.
عاش على الفايز. عاش عاش. اقول لك ايه يا غزي؟ غزي كل ده ثلاثة يا غزي. غزي كل ده ثلاثة؟ الواحد بيراعي ضميره يا اخي. بيراعي ضميره كل ده ثلاثة يا غزي؟ الواحد بيراعي ضميره. تيجي ست مرات تقول له ثلاثة؟ يا استاذ سيد. مش في فرق سن وفرق خبرة. يا سلام يا سلام يا سلام. جيب حمارتك زي حمارة الأستاذ. يجي سبع مرات تقول له ثلاثة. الأستاذ ياسر 170 والأستاذ رضا 180 190 والأستاذ سيد راب 200 والأستاذ محمود حمدان محمود فتح الله أنا آسف 200 كده. هنشوف النتيجة دلوقتي قدامنا على الشاشة. نتيجة اللعبة بسم الله. قبيلة النخلة 360 قبيلة السيف 400. أحسنتوا يا أساتذة. إذا واحنا مش كنا 800 هما 200 قبل كده. لا لا ده اللعبة دي بس. ده لعبة واحدة. دي مجموعة لعبة واحدة. مجموعة اللعبة دي. إحنا بناخد لعبة لعبة. ثانية واحدة أساتذة. بناخد لعبة لعبة وفي الآخر بناخد المجموع بتاع الألعاب كلها. ثلاث ألعاب. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين للاتصالات؟ جاهزين. عمر السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام. كيف حالك يا عمر؟ طيب. الحمد لله رب العالمين. عمر عندك كم سنة؟ كم؟